لأنه إي تي بالعربي هو البرنامج الأول، برنامج تلفزيوني الأول يلي بيغطي كل أخبار الفنانين بالوطن العربي والمشاهير والإعلاميين إلى آخره. فمش ما كان منطق ابدا انه اول شيء كان اول ظهور لي اكيد لازم يكون ام بي سي. وثاني شيء برنامج انا بقدمه وبعتبره برنامجي لي. وثالث شيء انه لانه هو البرنامج اللي انا اخر مره طلعت كانت طلعتي على التي في فيه، ففضلنا انه نرجع من خلاله او يتم الاعلان كمان من خلاله. والله الحمد لله على السلامة. طيب خلينا شوي، نحن في ناس تسألت كثير وقتها إنه كيف صار معك الحادث؟ علي أنا شرحت كثير يمكن كيف صار معي الحادث. طبعاً السرعة الزايدة، تهور بالقيادة هو السبب الرئيسي. طبعاً منقول دايماً إنه كل شيء بإيد ربنا وكل شيء قضاء وقدر، بس بعتقد انه يعني بس الانسان يتخذ يمكن الاجراءات الصح بيحاول انه لو كان ممكن يصير الحادث كان ممكن يصير الحادث باضرار اقل. سرعه زايده، التهور، الاستعجال. لا طبعا، لانه انا ما كنت عم بسوق سيارتي. كان في سائق هو اللي عم بيسوق. ولا ورا؟ انا ورا. كان معكم حدا؟ لا بس انت وياه. لا بس انا وياه. كنت رايحه على استوديو بابو ظبي. مثلا لا مش هو، السرعه ما كانت منه، السرعه كانت من الشخص يلي دعمنا بالسياره، يعني هو دعمنا من الخلف من ورا. ايه وانا كنت قاعده ورا. ف كان ضرب كثير قوي. السائق تبعي توفى. طب كيف هو فات فيكم من ورا؟ ايه بهيدي اللحظة شاهد حضرينا هيدي اللحظة اللي عشتيها، بس نحن عم نرجعك لشيء هيك مؤلم ومحزن عندك. عم توترني. بس أنا بدي أعيش معك هيدي اللحظة، لأنه بتعرفي ليش؟ منشان أنا بدي أوصل للناس إنه هيدي الصورة وقديش هي صعبة، عشان كمان الإنسان ينتبه. يعني أول شيء أنا بس صارت الضربة ما كنت مستوعبة شو صار، يعني بعدني ما كنت مستوعبة إنه في شيء دعم فينا. في أشياء بتذكرها، في أشياء يعني لا بتذكر. بأول لحظة أنا غبت عن الوعي، ما بتذكر شيء، يعني بتذكر في ضربة صارت وبعدين أسود، يعني ما بتذكر شو صار. من بعد هيك بتذكر إني وعيت شوي وما كنت قادرة أتحرك، يعني ما كان جسمي قادر يتحرك غير بس إيدي. فكنت بس بحط إيدي على الكرسي على الأرض على الهاي، وأنا مش قادرة حتى أحرك رقبتي أو أطلع. إيه بس عم دور على تليفوني، يعني بس كان انه بدي احكي تليفون بس مع اهلي اقول لهم انه انا صار في حادث. ما كنت طبعا لاقي تليفوني، سياره جعلكت يعني تماما. بعدين برجع هيك يعني اصوات ما كنت قادره اشوف اصلا، ما كنت قادره افتح. اصوات شرطه، ناس عم بتصرخ، بسمع تكسير للبواب لأنه أجى الدفاع المدني يكسر بواب السيارة تيقدروا يشيلوني. بعدين بتذكر بالإسعاف. قبل بيوم كان عندي بتذكر آخر يوم ترينينج بقيتي بالعربي، يعني كان يوم تحضيرات و للحلقة، لأول حلقة ولأول إطلالي ولأول كذا. فكان يوم كتير كنت مشغولة فيه، ما شفت أهلي، ما لحقت شوف أهلي. يعني الصبح بلبس ثيابي وبطلع دغري وبرجع آخر النهار، وما ما يعني كان شغل،
من اوله لاخره، ما كان ابدا في اي شيء يعني غير هيك. بعد ما صار الحادث طبعا نحن ما حدا منا بيفكر انه انا مش ممكن يصير معي هيك. دائما نسمع بالاخبار السيئه حوالينا او الحوادث او بنقول انه لا، نحن محميين. كيف محميين ما بنعرف، بس هالشيء جدا غلط، لانه نحن ما بنستوعب بقيمه الشغله اللي نحن عندنا اياها الا بس نحس انه نحن عوشك عن جد انه نخسرها للاسف. ونحن دائما من ناخذ هاي الحياه كانه هي حق من حقوقنا، فهمت علي؟ ما بنعتبرها هي نعمه من ربنا انه نحن بهالحياه، فمننسى نشكر ربنا، مننسى انه نحن ننتبه على حالنا. نحن كمان نحن جسمنا اماني من ربنا، فنحن لا، بدنا نحافظ على نفسنا، بدنا ما نأذي حدا، بدنا هاي الامور نحن ما بنفكر فيها. انت يعني انتوا على الطريق، كان في موضوع معين قبل ما يصير معك الحادث عم تفكر فيه او انت مشغوله بالتليفون؟ لا، ما كنت مشغوله بالتليفون. بتذكر كنا عم نحكي انا والسائق الله يرحمه، كان كل يوم بس يجيبني من البيت كنت اقول له انه يوقف لي على سوبر ماركت او على محطه بنزين، بدي انزل اشتري عصير معين انا كثير بحبه. فعلى فتره كم يوم بعدين اجى سالني انه شهد انه شو اللي عم تنزلي تشتري كل يوم نفس هاي. قلت له انه شيء بحب اشربه يعني هيك كل يوم. من بعدها صار يجيبني كل يوم الصبح وجايب لي العصير، يعني بفتح فوت على السياره والعصير محطوط ورا على الكرسي تبعي. فكنت عم اقول له لجوس انه قد ايه يمكن نحن فقدنا هاي الاشياء يمكن فقعدنا نمزح انا وياه وهيك، يعني كان هو حدا جدا طيب جدا. بعدين كنت عم بحكي مع ماما على التليفون، بعدين بعد ما سكرت مع الخط حكيت مع باسل زميلي بقيتي بالعربي، ومن بعد ما سكرت مع باسل صار الحادث. الشخص اللي عمل معكم الحادث صار له شيء؟ لا، ما صار له شيء. لا. وقلبت السيارة؟ لا، بس هو حادث عبارة عن شيء 6-7 سيارات فكله. طيب انت قبل بيوم صار في كثير عم بيباركوا لك وسوشيال ميديا ولعت مبروك مبروك مبروك، فجأة صار تؤمني بالعين بالحسد؟ اكيد اكيد يعني، بس علي انا ما بحب افكر انه اذا كل ما بدي اعمل شيء بدي انصاب بالعين، لانه بتصير بتعيش حياتك بارانويا يعني مستمره، او بتصير عندك هوس وخوف دائم، وانا ما بحب هيك. انا بحب خلص على ربنا يعني بتكل وبمشي، وشو ما اجى من الله منيح. بس اكيد بأمن بالعين وبأمن بهاي الطاقه السلبيه، وبس شو بدك تعمل. اول ما انت وصلتي على المستشفى اول حدا شفتيه مين؟ ما كان، اول ما انا وصلت على المستشفى ما كان في حدا من اهلي واصلين بعد، مش عارفين. لا، كان ال سكيورتي جارد اللي واقف برا على 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 غرفه على محل ما بيدخلوا الامرجنسي سيارات الاسعاف. فبتذكر انه انا على التخت ما كنت شايفه يعني كثير، كان بتذكر انه مسكت له ايده بلحظتها. لا ما كنت موجوعة. بتذكر مسكت له ايده وقلت له انا اسمي شهد بلان وانا بشتغل بام بي سي، انا بس كنت عم بردد هولي مشان حدا يحكي مع اهلي لانه مش عارفه كيف كنت بدي اوصل لهم. فبعدين فت بغيبوبه. طيب انت لما دخلتي على المستشفى ضليتي بغيبوبه طويله ولا؟ 22 يوم غيبوبه. 22 يوم. ايه. هي الضربه كانت بالوجه اكثر؟ الضربه بالراس وبالورك وبايدي وبالرئه.
بكل جسمي. بكل معجزة طلعت. معجزة يا علي، لأنه إذا بتشوف السيارة مستحيل تقول إنه في حدا طيب طلع منها، يعني أبداً أبداً أبداً. أمي داعيتك؟ تقبرني أمي. لما شفت أمي كيف أول؟ بكيت بكيت. كيف لما شفت أول صوت سمعته كان صوت ماما. كيف كانت هيك لحظتك؟ كنت قادرة تتحركي؟ قادرة؟ لا، ما كنت قادرة أتحرك، ولا كنت قادرة أشوف، ولا كنت قادرة أحكي. فكنت بس اسمع. كم عملية عملت؟ كتار كتار، ما بدنا عدوا عيد واحدة. والله العظيم يعني عن جد عن جد يعني كل عسلانة عن جد يعني من كتر خير الله يعني سبحان الله يعني عن جد جاد المجموع. الحمد لله الحمد لله. شو حسيت يعني شو شفتي يعني؟ وين؟ غير غيبوبة. شفتي قصص كثير هيك مثل النايم اللي عم يحلم. بس شفت كنت حس، طبعا كنت مش حس، كنت اسمع اصوات بس ما كنت قادره اني هو شعور اصعب شعور بمر فيه بحياتي، يعني اصعب من الحادث واصعب من الاضرار واصعب من العلاج واصعب من كل شيء كانت الغيبوبه. لانه تعرف وقتها تحس انه بدك تصرخ ومش قادر تصرخ وحدا ماسكك او مش قادر، مش صوتك مش عم يطلع، او بس مثلا تحلم انك عم توقع ومش يعني خلص عم توقع. ها هو الشعور. اهلك شو افتكروا لما افتكروك انه اذا الله مثل او شيء اهلك بالبدايه؟ لا 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 لا، اهلي توقعوا الاقل، يعني توقعوا اقل شيء اضرار، يعني اهلي كثير ناس مؤمنين كثير ومتفائلين كثير، يعني فكروا الاحسن ما فكروا الاسوء. امك لما هيك شفتك شفيلي هذه اللحظه، بس شفيلي هذه اللحظه ماما ضلت قويه علي، يعني طبعا ماما الله لا يجرب ولا ام بالحياه بالدنيا كلها، بس ماما ضلت قوية على الأقل قدامي، يعني قدامي معي أنا ماما ضلت قوية، ما شفت دمعتها قدامي، كانت تحاول إنه صوتها دائما يكون، كانت تحاول إنه صوتها دائما يكون ثابت، يعني مشان تعطيني هاي القوة، يعني ما كانت ضعيفة أبدا، يعني أنا إذا بيقولوا لي قوية فأنا منها، يعني أنا قوية. ماما كانت، ماما أول صوت سمعته بعد أول ما فقت من الغيبوبة مسكت لي إيدي وقالت لي شهودة ماما أنت منيحة الحمد لله، عملتي حادث صغير والحمد لله. فأنا صرت هز براسي. ما كان عندي خبر إنه كنتي بهذه الفترة بهذه. أنا كنت آخر من يعلم إني عملت حادث. أنت آخر من يعلم، ماما عن جد قمت كانت ضاجة الدنيا، يعني قمت أهلي ما عطوني تليفوني أول شهرين، لأنه قد ما نزل المقالات وقد ما ناس حكت وقد ما صار في ضجة على الموضوع ما عطوني تليفوني تا أقرأ يعني. طيب من زملائك أو من الأصدقاء مين أول حدا جزاري؟ من زملائي أو الأصدقاء عندي كتير أصحاب، سمي لك ياهم يعني كتير. إيه إيه، لا كنت محاطة بكمية من الحب يعني بطريقة غريبة، يعني كان عندي أصدقاء بكل معنى الكلمة، يناموا تحت تختي علي، يناموا على باب غرفة المستشفى، ما يروحوا على البيت، أهلي يترجوهم يقولوا لهم روحوا على البيت، روحوا رجعوا على شغلكم، روحوا تحمموا، روحوا كلوا، روحوا. ما حدا ترك المستشفى من صحابي. إيه يعني عندي هيك. طب مين من صحابك اللي خذلوك؟ كتار كمان. إيه حسيتي طبعا أكيد، لأنه عن جد ما بتختبر أنت، يمكن
مستحيل انك تختبر الناس او معدن الناس الشخص الحقيقي الا بموقف موقف صعب مثل هالموقف، ببين الشخص على حقيقته، ببين معدنه واخلاقه وتربيته وبيئته كيف، يعني مش بس بالمواقف الحلوة اللي عرفت كيف. فأي طبعا يعني من الشيء طبيعي، يعني بعتقد انه قال انت بعدك هلا عم تكملي علاجك؟ طبعا ايه شو كثير لا خلص صرت خالصة يعني. شغلات شيء معينة ولا لا؟ بعد في كم شغلة صغيرة وبخلص. بس الحمد لله طبعا ضليتك يعني ما شاء الله انه رجعنا شفناكي ولا كنه الحمد لله خير. الحمد لله الحمد لله العالمين يعني ولا كنه خير ناشي الحمد لله كتر خير الله رجعنا شفنا هذه التحكي كثير حلو بتعطي هيك تفاؤل ولا عيون الرقيين دائما حب الحياة هيك بالعطاء ما في شيء بيحرز علي صدقني، يعني بهالدنيا كلها لا مال ولا شهرة ولا جاه ولا ما في شيء بيحرز قد ما بتحس بقيمة الحياة الحقيقية بوجود الناس اللي بحبوك بصدق حواليك ودعمينك ومعك وخلص ها هي الدنيا. في ناس تمنوا ما ترجع شهد؟ بحب فكر انه لا يعني بتمنى انه هالشي ما يكون صح. معقولي لهالدرجه انه في ناس هيك من زملائك؟ لا ما بعرف، انا ما بحب ادخل بهول ما بيعني لي اصلا، ما بيعني لي يعني اللي بده يتمنى انه شهد ما ترجع او اللي بده يتمنى انه شهد حالتها الصحيه سيئه او 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 ما بيهمني. بالعكس يعني انا برد على هول الاشخاص اليوم بوجودي اليوم كوجه اي تي مثل ما كان مفروض يكون، انا برد على هول الاشخاص بنجاحاتي، برد على هول الاشخاص بمحبتي لهم. في ناس انت وبالحادث انا عرفت في ناس قدمت بدها تكون هي مذيعه ايه طب وإذا الدنيا فرص استغلوا فرصة ان انت عملتي حادث او انت بحالة بغيبوبة راحوا قدموا لحكالي؟ انا ما عندي مشكلة عليه بصراحة صدقا بقلك، يعني بالنهاية الحياة يمكن اللي نحن عايشينها اليوم حياة تملأها المصالح والماديات بطلنا عايشين بزمن الأخلاقيات العالية يمكن، فما بقى يعني ما عندي عتب على حدا، ما عندي زعل من حدا، ما عندي حقد على حدا أبدا أبدا أبدا. بالعكس أنا أؤمن بكل ما أملكه اليوم من 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 تفكير وعقل وروح وكيان، أؤمن إنه اللي كاتبه ربنا رح يصير. أؤمن إنه لو شو ما صار اللي إلك. الأم بي سي كانوا كثير أوفياء معك. الأم بي سي هني طبعاً انسى إني أنا بشتغل بأم بي سي وانسى إنه هني يعني هني المحطة اللي أنا بشتغل فيها. ام بي سي ما بدي اقول عائلتي الثانيه ومثل الكلمات دائما المردده انه انا بنت الام بي سي، لا انا ماني بنت الام بي سي، انا بنت بي وامي. اولا انا موظفه في الام بي سي، موظفه حظت بدعم محبه تقدير حب من ام بي سي كاداره كموظفين بطريقة حلوة كتير وأنا بفتخر فيها اليوم. أنا بفتخر أني أنا بشتغل بأم بي سي مش للسبب اللي كلنا بنعرفه أنه هي الرائدة بالمحطات العربية، بس لأنه هني عن جد اللي عملوا معي ما في ولا تلفزيون ممكن يعملوا مع أي موظف عنده، لأنه الموقف اللي وقفوه معي أنا موقف إنساني مش لأنه أنا موظفة عنده.
ما بحب احكي عن هاي التفاصيل ابدا. سؤال يعني ما بفضل اني ما احكي عن هاي التفاصيل، بس هني وقفوا معي بكل معنى الكلمه، هني مع اهلي، هني تحملوا مسؤوليه، هني لليوم لليوم يعني انا يمكن كلمه شكرا كلمه قليله، مش يعني ما بحب لخص علاقتي بام بي سي او باداره ام بي سي بهيك كلمه شكرا او كذا. هو اعمق من هيك بكثير. انا بتمنى انه من الاشخاص اللي وقفوا معي وهن بيعرفوا نفسهم، انا بتمنى يا رب انه ما يشوفوا باولادهم يلي شافوه اهلي فيني. انا بتمنى يا رب انه ما يدوقوا يمكن اللوعه مثل ما بيقولوا. يعني يمكن انا اكثر شيء في قدمه لهول الاشخاص اني انا ادعي لهم، واني انا اكون على قدر من يعني كبير من هاي المسؤوليه. وش بدي اقول لك يعني؟ طيب للاشخاص بيتمنوا لك غير هاي، بقول لك قلت لك بالعكس، انا الاشخاص اللي 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 خليني اقول ما بدي اقول بيتمنوا لي الشر، يمكن ما بحب. للاشخاص اللي ما بيتمنوا لي خير بقول لهم بحبكم. سؤال، كم عمليه تجميل عملتي؟ تجميل ما عملت تجميل ابدا. ما عملت؟ لا 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 جراح ال لا تجميل ما عملت. الحمد لله. يعني في ناس قالوا انه خضعت لعمليات تجميل. لا 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 انا كان عندي كسر بانفي. ايه انا شفتك. ايه. ما في يعني. لا انا كان عندي كسر بانفي. ايه. وعملت اعاده ترنيم للانف. طب ما استغليتي هذه الفرصه انك تعملي عمليه؟ لا لا بالعكس تماما. ميرسي. كثير حلوه يعني، ما مش ناقصك شيء، بس انه ما فكرتي انت يلا خليني اظبط منخاري مثلا؟ لا ما كان بوشي منخاري، كان مبين معمول، هو ما كان معمول. حلو يعني بلكي بدك تعملي شيء. لا لا انا ما بحب. لا انا بالعكس ما بحب، انا بحب يعني مثلا انا هاي الندبه السكار الجرح اللي بدك اياه تسميه اللي عندي اياه هون، انا يعني انا اليوم طبعا انا قال لي الدكتور انه بدك منشيله، انا اخترت اني انا ما اشيله. ايه لانه انا جزء مني وشي انا صرت اشوفه اليوم شيء جمالي، يعني شيء بجمل. بتتذكري او لما هلا حكينا شوي شفناكي يمكن كنت على لحظه صغيره عم تبكي بتأثر أكيد، بس ما في شيء ببكي. والله هذه دمعه الأسود في عينيك. هاي دمعة الفرح علي، صدقني كلنا فرح. شكرا. كلك فرح. إيه الحمد لله. لازم أهلك يسموكي فرح. الحمد لله. شبك أحلى من هالنشهد. أنا بنافس نفسي. نفسوا بعض أنتم؟ لا أكيد لا. في منافسة مين يطلع أهم ومين يطلع أفضل ومين كذا ومش عارف؟ لا 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 أبداً أبداً، أنا بنافس نفسي تماماً، مش بس بإيتي يعني، بكل الإعلام العربي بنافس نفسي. ولا ما بحب فوت أصلاً بمقارنات بهاي الطريقة أبداً. بالعكس مريم ولا باسل مريم سعيد أو باسل ألزارو يعني أو ناردين، هني يعني هني هلأ عائلتي يعني، فبالعكس تماما. ما عدتي تخافي من السيارة تطلعي بالسيارة أو كذا؟ ما عندي خوف من هذا الشيء؟ لا ما عندي خوف إذا أنا عم سوق، بس ما في أطلع. إيه بس ما في أطلع مع سائق. ما عادتي تطلعي مع سائق؟ لا. كان الحق عليه شيء؟ لا مش الحق لا حق على هذا. شو عملتوا في ليلك؟ سامحتيه؟ بدك تسأل شرطة دبي. ما شفتيه؟ ما حاولت؟ ما حكيتي؟ ما إجا زارك؟ لا لا لا، ما جرب يحكيني ولا جرب يبعث لي ولا يتواصل معي بأي طريقة. وبفضل إنه يضل هيك، إنه بفضل إنه ما يصير في تواصل أبداً. ضربينا؟ لا أبداً لا. بس بفضل انه 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 شخص ما اسمع صوته، شخص ما اشوفه وما اتعاطى معه. يعني كان عندي صدمه اول شيء، ما توقعت انه انا احظى بكميه الحب اللي حبيت فيها. حسيت انه
انه هل انا عن جد بستاهل هالمحبه من الناس اللي ما بتعرفني؟ يعني بيصلني رسائل من المغرب، من العراق، من سوريا، من لبنان، من الاردن، من الوطن العربي كله، من اوروبا، من يعني ما توقعت انه الناس عن جد تتاثر بهاي الحادث. ناس تبعت لي انه شهد نحن ما بنعرفك وعم نصلي لك، نحن ما بنعرفك وعم ندعي لك. فيمكن ما كان فيني انه اسمع هذا الشيء وما اقوى وما يصير في عندي اصرار اكثر. يعني ليش عندك صدقات قليله جدا؟ قليله جدا صدقاتي بالوسط الفني، قليله. الاعلامي الفني كثير؟ لا قليله جدا. لا ليه؟ بفضل انه انا بحب حياتي الخاصه تكون حياه خاصه، وبحياتي العملية هي عملية، فبحب أني أفرق أنا بين الاثنين، ما بحب أخلط كتير، وما بحب يكون في إلي ظهور دائم، ما بحب أستهلك هاي ال... في مخططة؟ لا ما في حياتي؟ لا ليه؟ نصيب؟ لا لا خلص بلا ما نقول عمر. بعد ما كنتي مخططة بالأول؟ لا لا. طب سؤال، انت يمكن كنت مستسهل للموضوع الحادث لان انت بتهمني بالتقمص مثلا؟ لا ما له اي علاقه ابدا، بس اصلا ما دخل هاي بهاي. لا ما هذا سؤال اذا بدك تسال، اذا بدك ما بسال. لا لا هو تكنيكلي ما له دخل بهاي. لا بهاي عاده هيك في شوي شعور سبحان الله عند البني ادم دائما فيها، بقول لما بينتقل لحياة تانية بيكون عنده أسهل المسألة. ما بعرف إذا هالشيء موجود أو لا، ما بعرف، بس إنه شعوريا عند الإنسان ما بعرف شعوريا بيكون الموت أخف عنده من اللي مش عارف حاله وين رايح. ما بعرف، خاف من هالشيء، ما بعرف يعني، ما 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 بفكر بهال. هلا شو في شيء جديد؟ شو عندك؟ شو انت هلا بقيتي بالعالم وكذا، في شيء جديد عم تعمل شيء جديد؟ في مفاجآت ان شاء الله very soon يعني، بس هلا كثير عم يعني صرت هيك ادرس خطواتي اكثر، صرت ما استعجل، صرت اتروى اكثر باي شيء بعمله بحياتي المهنيه. فهلا تركيزي كاملا على اي تي بالعربي، وان شاء الله هيك بعد يعني بعد فتره يصير عندي مشاريع جديده. تابعوا كل اخباري اول باول على اميرتس نيوز. شهد بلعن. الامارات نيوز، من الامارات الى العالم.